السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار غادي نتحدثوا على قضية ديال الفطام، يعني الفطام ديال الصغار الأنانيب، فوقاش نقدروا نفطموهم على مهم. كما كتشوفوا تبارك الله، هاد الأرنبة راها ولدت الحمد لله. دابا القضية ان ها هما بداو كيخرجوا وكياكلوا، يعني مابقاوش كيرضعوا من مهم. هي اصلا بدات كتهرب عليهم، ما كتبغيهمش يقربوا لها، لانها صافي وصلت لمرحله انها باغا تلقى حاوتاني. القضيه ديال الفطام كنصح الناس انهم ما يفطموهمش بكري، يفطموهم على 35 يوم. 35 يوم كيكونوا هما بداو يشدوا راسهم، بداو كينماو، بداو يشربوا الماء. انتم كتلاحظوا هذا الارنب الصغير راه كيشرب الماء. في الاول ما كيكونوش كيشربوا الماء، كيكونوا غير كياكلوا كيرضعوا من امهم. من بعد كيوليو كيشربوا الماء، ملي كتشوفهم كيشربوا الماء وصافي بداو كيشدوا راسهم وكياكلوا وكيحتاجوا الماكله، من الاحسن تفطموهم على 35 يوم. ومنين تفطموهم، من الاحسن انهم يكونوا في البدايه ديال الايام الاولى يكونوا في الجهه المقابله ديال امهم. كما كتشوف الكاج عندي هنايا، ها هو داير كاج اخر مقابل لهاد. هذا باقي ما فطمتهمش، ولكن نهار ان شاء الله غادي نفطمهم، غادي نحاولوا انني نديروهم الجهه مقابله مع امهم، وخا يكون فاصلهم هاد الجهة هكا. المهم خصهم يكونوا كيشوفوا أمهم. هاد القضية مهمة بزاف. القضية ديال التلقيح، تقدر لكم الأم تكون عايشة معاهم وفي نفس الوقت كترضع. كاين الناس اللي يلقحوا الأنثى مباشرة بعد الولادة ب10 ساعات، وكاين اللي كيبغي الارانب ديالو يشبعوا مزيان ويطلعوا بصحه جيده، هذا كيخليهم واحد المده ديال شهر. وانايا كنفضل انني انا جربت هذه القضيه، هذه مده ديال 35 يوم. كنا متاكدين انكم الا خليتهم مده ديال 35 يوم عاد فطمتهم على امهم، يعني فصلتهم على امهم، كيكونوا شدوا الميزان ديالهم مزيانين، يعني يقدروا ياكلوا بوحدهم. يقدروا في الاول كيكونوا كيتخشاو تحت امهم وبحال اللي خايفين، من بعد كيوليو واخا مع امهم كياكلوا الماكله ديالهم، وهي كتبقى بحال اللي كتنفرهم واحد شويه. ولكن واخا ما تفصلوهمش على امهم، واخا تشوف امهم كتبعدهم عليها، من الاحسن 35 يوم. انتظرونا في الفيديو المقبل ان شاء الله. مبروك عواشركم، مبروك عيدكم، والسلام عليكم.